معنا التليفون دلوقتي المهندس خالد نصر، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهليه. صباح الخير على حضرتك يا فندم. يعني لو تطلعنا على الوضع اللي بتشهده المحافظه حاليا منذ بدء طبعا موجه الطقس السيء وسقوط الامطار بكثافه. صباح الخير. اولا الحقيقه يعني موجه شديده جدا من الامطار تعرضت لها محافظه الدقهليه، والتي كان على اثرها قام السيد الوزير المحافظ بتعطيل الدراسه. الحقيقه في تعاون وثيق ويعني بين الوحده بين الوحدات المحليه وشركه مياه الشرب والصرف الصحي ادت لمتابعه هذه الموجه، وطبعا بالفعل تم اصلا مرفوع درجه الاستعداد، ولكن شركة المية والمحافظة تعاونت في سرعة التعامل وكسح المياه من الشوارع ورفع درجة الاستعداد القصوى في محطات رفع الصرف الصحي، أدت الحمد لله إلى يعني وصولنا لمرحلة الأمان بالنسبة لهذه الموجة. يعني حتى الآن مفيش أي منطقة في المحافظة فيها تكدسات أو فيها ازدحامات مرورية نتيجة وجود مياه الأمطار؟ الحمد لله يا فندم. امبارح اقصى حاجه كانت امبارح اول امبارح الحقيقه من بعد صلاه الفجر، والسيارات كانت منتشره في الشوارع. طبعا الموجه كانت صعبه جدا، 4 ساعات متواصله من المطر الغزير، اكبر كميه مياه انا شاهدتها على مدار 5 اعوام هي كانت فتره المطر اللي فاتت دي. كل شكر ليك. الحقيقه كان في تعاون كبير جدا بين الشركه وبين اجهزه المحافظه بسيارات الكسح ومعدات الشفط والتسليك، لان طبعا انت عارف اثناء المطره بتنزل بعض الرواتب في صحيح احنا بدانا نتابع ده اصلا كمان، وجود العربيات دي موجوده من قبل حدوث موجه الامطار استعدادا ليها. كل الشكر ليك المهندس خالد نصر، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهليه.